ومعنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي. أهلا بك معنا دكتور طارق. يعني طبعا بعد أسابيع أو 5 أسابيع لربما من الجهود من أجل هذا الاتفاق، أود أن أسألك بداية عن توقعاتك لهذه الهدنة ومدى متانتها. هي بالتأكيد طبعا خطوة أولى، ربما ستبنى عليها خطوات لاحقة، لكن لازلنا في المرحلة الأولى، وبالتالي هي مرحلة بناء إجراءات ثقة وتكشف نوايا كل طرف تجاه الطرف الآخر. هناك طبعا يعني عناصر ستحكم إدارة المشهد خلال الفترة الخاصة بالهدنة، على رأسها طبعا استمرار العمليات العسكرية في عمق القطاع، وإعلان إسرائيل رسميا أنها مستمرة في العملية العسكرية، ما سيمهد الطريق إلى استمرار بنك الأهداف والأهداف الاستراتيجية مرتبطة بالترتيبات الأمنية التي ستجرى في القطاع، خصوصا في مناطق الشمال القطاع وأيضا باتجاه منطقة الوسط والجنوب. وبالتالي إسرائيل أعلنت هذا، لكن القضية مرتبطة أيضا بالجانب الآخر. الطرفين قدموا تنازلات، الطرفين لا يستطيعوا إقناع جمهورهم بأنهم حققوا نجاحات كبيرة. حماس تسعى إلى مكاسب سياسية، تريد أن تكون في المعادلة الفلسطينية الحالية والمقبلة، وبالتالي ستتمسك بإدارة المفاوضات. كيف يمكن ذلك دكتور طارق؟ يعني اليوم بعد ما قامت لربما يعني إسرائيل بتقديم هذه الصورة عن حماس لربما حلفائها الغربيين، وقامت بتدعيش حماس على حسب الرواية الإسرائيلية، كيف يمكن اليوم أن تنخرط حركة حماس من جديد في العمل السياسي؟ قد يكون مبكرا لأن الحرب لم تنتهي بعد، ولكن يعني كيف يمكن أن تستحصل على هذه المكتسبات السياسية التي تتحدث عنها؟ يعني أنا في تقديري ستكون ضمن المعادلة الفلسطينية، بمعنى أنها طرف سيفاوض. المفاوضات المدنية خاصة بالأسر المدنيين ستكون ربما مرحلية، لكن حماس تمسك بأوراق ضغط سياسية في مواجهة الجانب الإسرائيلي، جزء منها المفاوضات الخاصة بالأسرى العسكريين، وبالتالي ستكون ضمن الطرف الرئيسي في هذا إلى حين وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار هو الذي سيرتب الإجراءات العسكرية والاستراتيجية. لكن لا أحد يدعي أنه رابح أو خاسر خاسر. هذه معضلة سجين قدم الطرفين فيها تنازلات كبيرة، تعلمي أن الخسائر فادحة على المستوى الفلسطيني، تعلمي أن القطاع تم تدميره بصورة كبيرة بحيث أنه غير صالح للحياة بصرف النظر عن مشروعات الإعمار وغيره. أيضا إسرائيل بتسوق لجمهورها أنها نجحت في القيام بهذا العمل العسكري الغير مسبوق، لكن حتى الآن الطرفين بيدعي كل طرف أنه حقق نجاحات. ليس بالضرورة، أنا أود أن أنقل إليك ماذا قال بن كفير رئيس وزير الأمن القومي الإسرائيلي. قال منذ يعني لحظات بن كفير قال أنه حماس حصلت على ما تريد. يعني اليوم أيضا في واقع إسرائيلي يعني مضطرب في الداخل مع التضارب لربما الرؤى بين النخب الإسرائيلية. صحيح، لا هو في حالة انقسام حضرتك داخل الحكومة العسكرية، ما أشرت إليه بن كفير وأيضا الوزراء المستوطنين لم يصوت داخل مجلس الحرب على قرار الهدن، وبالتالي هناك حالة انقسام كبيرة داخل الحكومة العسكرية والحكومة الموسعة. وبالتالي ما أشرت إليه حضرتك وتكرمتي، هذا هو الصحيح، أن هناك تحفظات واتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه وضع شرطا كبيرا في بدايات المواجهة، أنه لن يقبل بأي هدن أو أي اتصالات إلا بعد طبعا عودة الأسرى والرهائن. هنا قدم تنازل، بالإضافة إلى الجانب الآخر أيضا حماس ستخوف من إنهاء حكمها بصورة أو بأخرى في القطاع. صحيح أنها أدت أداء جيد في الأيام الأولى وغيرت قواعد الاشتباك، لكن الإدارة السياسية لحركة حماس كانت فاشلة تماما، لأنه بطبيعة الحال الخسائر فادحة، 13,000 فلسطيني سقطوا في المواجهات، القطاع دمر، فبالتالي لا أحد هنا يدعي أنه انتصر. لكن القادم هو في تقديري هو الأخطر والأهم بالنسبة للتفاصيل الخاصة بموضوع الهدن، موضوع إجراءات بناء الثقة، الضمانات التي ستمنح من قبل الأطراف الأمريكية والقطرية والمصرية، التفاهمات الأمنية التي ستجرى على جانب آخر. استنادا إلى ما تفضلت به، يعني اليوم كيف ترى بأن إسرائيل قد تخرج من قطاع غزة؟ يعني اليوم هل
يكون لربما يعني نتنياهو أو خروج نتنياهو من المشهد الحل الوحيد بعد ما لربما فشل في تحقيق الأهداف المعلنة كما يعني ذكرت حضرتك، ولربما ورط نفسه وحكومته بسقف شروط وسقف أهداف يصعب تحقيقها؟ هو بالتأكيد طبعا الشروط كانت أقصى التفاوض يعني بصورة أو بأخرى. اليوم بيقدم تنازل كما تقدم حماس أيضا تنازل، وبالتالي الطرفين الآن سيمضي في طريق تقديم التنازلات تباعا على حسب ما سوف يجري، بمعنى أنه حالة التهدئة ستنقل موضوع الهدنة الإنسانية إلى هدنة سياسية، ثم تثبيت حالة الهدنة والتهدئة لأطول مدى، ثم الإفساح للمجال للإفراج عن مزيد من الأسرى المدنيين والرهائن ومزدوج الجنسية، ثم الانتقال تدريجيا إلى الأسر العسكريين. لكن لا تنسي حضرتك أنه حتى عند حركة حماس عدد من جسامين الصفقة السابقة صفقة جلعاد شاليت، وبالإضافة إلى عدد من الجنود لم تسلمهم إلى إسرائيل، فبالتالي حماس عندها قدرة كبيرة على المناورة، وعندها قدرة كبيرة على توظيف الأحداث واستثمارها بدون مراعاة أن كل هؤلاء الذين سقطوا في المواجهة. فالقضية ليست قتيل وشهيد، القضية مرتبطة بتدمير البنية الأساسية للقطاع، وبالتالي إسرائيل ستبقى في المعادلة، إسرائيل ستبقى في المعادلة في قطاع غزة إلى أن تفرض طبعا ترتيباتها الأمنية، والترتيبات الأمنية معلنة مباشرة، يعني الحديث عن بافر زون في مناطق الشمال، الحديث عن كانتونات وتقطيع القطاع إلى مجموعة جزيئات محددة منضبطة. طبعا موضوع التهجير والترانسفير حضرتك تعلم أنه طرح من قبل إسرائيل، وفي أطروحات كثيرة يعني دخلت فيها من دول الجوار، الحديث كان عن سيناء ثم انتقل إلى الحديث إلى التهجير خارج الإقليم إلى دول تريد ذلك سواء كان روس اليونان، والحديث عن أوروبا. فبالتالي في أفكار كثيرة، الإسرائيليين ليس لديهم المقاربة الشاملة، سيتحركون وفق سياسة الأمر الواقع، بمعنى أن وقف إطلاق نار سيرتب تفاهمات أمنية. الولايات المتحدة ونحن كدول عربية نخشى من الإجراءات الانفرادية، إذا دخلت إسرائيل على الخط وفرضت واقعا جديدا هي تتحدث عن وجود أمني مؤقت، ثم الحديث عن عودة السلطة الفلسطينية وعودة قوات أمريكية أو حلف الناتو ل المشاركة في إصلاح الأجهزة الأمنية وغيره. في تفاصيل كثيرة، مدخلات كثيرة اللي هيحددها حضرتك يعني ما سوف يتم الاتفاق عليه في مرحلة وقف إطلاق نار. حتى الآن لا زلنا في مرحلة الهدنة الإنسانية. شكرا لضيفنا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي.